شاء الله المكتب تاعو مع المكالمات الجد هامة. الو لاباس بخير الحمد لله. قل لي لحقتكم الساعة اللي بعثناهاكم. يا بيان اما انا راكم لاباس. احنا مالناش لاباس، خاص حنا كي بعثناكم الساعة نقولو لاباس، كي تبعثوا لنا الملموس ولا باش نتنافسوا. اسمع ما تزيدش تعيط لي للشركة، ها نعودو نتلاقاو في الليل. في الليل في هذيك الليل، ها نتلاقاو تمرو نفهم مشاكلنا. هذا يتكلم باسم العمال، بربي ان شاء الله ما يروحش بعيد. وعلى هذا اللي قلت لازم ندخل في وسط هذا النقابة باش نهضر باسم الحق ونجيب حق تاع العمال تاعنا. سامحوني نروح نعلق قائمة ولا زوج، على خاطرش لما يكون واحد مترشح ما عندوش الضروية علق القائمة، ومع لي أنا مترشح جديد ما كاش اللي علقني. نقابتنا آمين. اللهم وفق نقابتنا آمين. اللهم انصرنا آمين. اللهم ثبت أقدامنا آمين. اللهم يا وفاق يا مرة جاية كي نجي نجيب لك معايا قلعة تاع مازن. كيفاه؟ ما تشربش ما زمزم؟ لا قالوا لي أنا حجي فيك على بابا. ونهار تلقى مع صحابو يبداو، الأول يبدا يفتي عليه ويقول له شوف الحاج الإسلام وباين حضر لك حق التملك، كم لك واش تحب؟ كيف كلمة الإسلام؟ الله يقول له عنده حق الحاج يا الحاج، والله عنده الحق، الإسلام باين، شوف الإسلام. الجد والبيطاري تاع قدام فرفاش معمر، كي تكون جازات الكولوار، واحد يكح واحد عنده البلاع عنده الصفر الوسواس قلة العين وحده تزعج وحده تزغرط فرحانه وحده تبكي. علاش حنا راكم ناس طافين في المراكع والله خدامين يا خويا خدامين. الله نهار يروح وزير الصحه زعما المستشفى اوتوماتيكمون وزير عنده البروتوكول تاعو سي طافي نورمال. كي يكون يمشي الوزير كاين واحد ديما يلصق له هنا هذاك اللي يكسبليكي له واش راح يشوف. يدخل في الكولوار كان اللي بمال هذاك مكسلين اروح تاع لاباري تاعك ارواح ارواح زعما خدام جورناليست صح. شفنا حنا هادو بعدا في الدار ديروا لها مونتاج. نحكي لكم كل بارتي وحدها وبعدا نسقوا. ترى راك ما تعرفش الخبزه تاعك انت صحافي ما تلصقش فيا بزاف باش كان مع الاول هذا الوزير. نحكي لكم هذاك اللي جاب قدام الوزير يبدا يمشي يبدا يقول له باش يكون في علمك هذا الوزير بلي هذا المستشفى كلف الدولاء امور طائله اللي كنا نبعثوهم للخارج وهكذا باش نقصوا بالعمله الصعبه وبداو الحمد لله. كيما تشوف المرضى هنايا كاع هادو مادي سبيسياليست اللي كانوا يروحوا لها ويحكي له وهذاك الوزير يدير هكا دوك هنا تعرضوا تقول له بعدا في الدار كتروحوا قبل السحور ديروا المونتاج عندكم الوقت. الوزير دوك تجي منا انت الوغ يبدا يمشي يدير هكا عقب بلا يجري على ليماج ديالو غير يشوف لاباري قدامو كيف يتصور مع مريض. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. وهذاك السيد قل موصينو غير يجلس معاه ربي يحفظكم ربي يطول في عمركم يعطيكم تحية الجزائر. زيد تقول لي وليدي صح وهذاك المسؤول تاع النقابة الأولاني اللي كان هنا نعرف حكايته نعرف خرايبه واش كان يدير. أنا عامين كان كل ما يجي من الخارج يجيب هدية للمدير العام بالنسبة على حساب المجهود اللي كان يقدمه للشركة والعمالين هنا بيناتنا نتاكلوا. نهار يكون إضراب هنا اللي تفيق الشركة كيفاش تمشي. نهار يكون إضراب يتلاقوا جماعات مع جماعات. جماعة اللي ما تلاقى مع جماعة يقول واسمع يا بعنا الله يفهمنا شنو صار يا خويا شنو كاين واش كاين شنو كاين واش كاين. يا خويا ديروا إضراب ونديروا إضراب هذا بينا. مي كيف كي ندير إضراب نجوع 8 شنو نضرب نجوع 11 ديت كيف الله راه قهاوي قدام الفطر والزوج نروحو لديالنا دوك سكافي اضراب نجي حتى 8 حتى 4 وانا كاتب هذيك نحن في اضراب تما الخدمه خير خو واللي معاه قول له يا شفنا غير تعرف جاري في باكو كرونت علاش كي نديرو الاضراب يغلقو لنا الريستو يغلقو الريستو تما الكويزيني خدام نورمالمون ما يغلقوش وجماعة واحدة أخرى منا ثاني تتلاقاو يبداو، اسمعوا جماعة خافوا ربي ما دخلونيش معاكم في هذا الدين ديك، المرة اللي فاتت في إضراب أنا كنت الأول يا سيدي سبيت الدولة الدنيا كامل، سبيت حتى الرئيس سبيته، تاع أمريكان،
جمعية عامة يتلاقاو ناس بناو قصور بالإمبريالية تاعهم. كان الناس اللي خداو الوقت الكافي باش يتكلموا على التربية والأخلاق. وما منع هذا حتى واحد من الأمم المتحدة اللي عاد يتفاهموا كل عشية على واش البلاد يعني في الفيزا ودروني عمي الشاهد كوي كوي وش هذا كوي كوي ها؟ بعد نهار تاع الخدمة يقولني عمي الشاهد ديرني حاضر ابري خرجني مشارك قلت له ولدي خاف 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 الاله نتاعك كيف يعني ديرك هنا بريسا وانت ما كانش ضربك كامل برا تموت يعني برا ميت في شارك يا حي وا يديرني يهمز مع صحابو كي نجي نجوز هكا ونقول لها عليكم السلام يدير له اش كنت اش كنت مجاوب بيا انا مجاوب بيا انا ها صافا انا نقول لكم حاجه حق جمع لي مال ناف جمع لي بيه غير دوري نافو دوري نافو سا صراكم نافو هذا هذا صحيح ها هذا الملف هذا انا جبت الملف تاعي من الدخان ها هذا هذا اسمح لي ها وين الوقت تاع الصوره
إدارة في خدمة المواطن. لا لا أجمع خويا الله يرضى عليك. شوف بعتني عند هذا اسمح لي كما عاد الزميلة مازال نقول لكم حاجة ينعل بوكم وبول إدارة تاعكم أسيدي. ها ها يا سيدي ياك انتوما في خدمة المواطن. لا لا كيعود انت مدير واش كيعود مدير ما نهضروش معاك نهضر معاك ونهضر مع غيرك. علاه سيدي علاه ديروا لنا هكا؟ على بالك بلي انا عندي ارض اذا ما سكيتهاش الغلة تموت واذا ما تتغلى ولا الرئيس اني ضربت مدير عام بكف ومن حقي نضربو سيدي الرئيس لانه تعدى على ارضي بحقي. تعدى علي سيدي الرئيس وتعدى على مجهود تاعي وحرمني من العيشة تاعي كما عايشين الناس كامل. علاش المخ هذا القانون يهبل وما لقاش من ينتج؟ علاش 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 القلب هذا لقى اللي يكره وما لقاش اللي يحب؟ علاش علاش العين لقات اللي تحسد وما لقاش اللي ترحم وتشفع؟ علاش علاش الفم ما يحب يتكلم ما يلقاش ودن تسمع له؟ علاش علاش يا سيد الرئيس علاش؟ ياك الحق الحق اسمه الحق يماني الحق والعبد الحق الحق يقوله. إذا بان الحق البطل يزهق وإذا بقى مدرق ما يصفى والو. هذه دار الفناء هذه دار الفناء وهذيك دار الحق. اليوم رانا هنا وغدوة نرحلو الجمرة يا سيد الرئيس الجمرة تكوي وين تحطها الدار وكاين شي علات بالكية اللي تبرى قلب القاصح سم من الحجر واللي يهدر بالحق تجي فيه الحجر. شحال نعيا ساكت شحال نعيا ساكت وشحال نعيا صابر وشحال نعيا نحكي إذا بديت في الهضرة. أنا دار يا سيد الرئيس بنيتها بالحجر وفي زمان الشتاء سهر لي القطر كي الحق وقت رقاد قلبي يتنعصر لي يد الزر قادر لقمة واحد فريد ياكلوها عشرة. الحق الحق اسمه الحق يماني الحق والعبد الحق الحق يقول. إذا بان الحق البطل يزهق وإذا بقى مدرب ما يصفى والو. هذه دار الفنا وهذه دار الحق. اليوم رانا هنا وغدوة نرحلو. سيد الرئيس سيد الرئيس من الأحسن قبل ما تحكم عليا من الأحسن داخل كل شركة ديروا محكمة. كيفاش ولا غير شوفي سي ان سبيكتاكل ما شاء الله. انا حضرت له ديجا الناعوره كان يوجدوا صافي لونطون مي لي توجور مبدع كرياتيف عنده اسلوب شباب بزاف في العرض تاعو اون بليس رمضانيه اون فامي سيتي فريمون بو. ميرسي. كيفاش سبيكتاكل الله يبارك. شوفي ضحكنا بكينا فرحنا شطحنا هايل بكل معنى الكلمة ما شاء الله عليه. و سي لا بروميير فوا نشوفو اون سان دايما نشوفو في التلفزيون بصح الله يبارك اون سان حاجة واحدة أخرى كامل. بزاف عجبني عجبني بزاف سوجي يعني حساس بزاف باسكو الشعب كاع يعاني منه صح الإدارة هذه هي و اون بليس يعني كان وقفت هكذا وقفت تضحك وقفت فريمون شابه ما شاء الله عجبني ما عندي ما نقول. نعم عجبني بزاف هذا رمضان عجبني بزاف وراني ناويه ان شاء الله نزيد نجي في واحد الفرقه كاين فرقه الفرده هذه هي ان شاء الله. ما نقدرش نجي كاع رمضان راكي تعرفي شغل تاع النساء وكامل بصح ان شاء الله راني ناوية نجي نزيد نجي ان شاء الله ما شاء الله بروغرام هاي. الوغ اليوم جيت شفت لو سبيكتاكل ناعورة تاع كامل بوركاس كيل سون فوز ابريسياسيون؟ بون صحة صحة رمضانكم وصحة فطوركم بون يعطيه الصحة. لحقنا ايدي شابة بون اون جينيرال على السنديكا تاع الجزائر والادارة تاع الجزائر يعطيه الصحة ضحكنا معاه بزاف صافي بوكو ما شفناهش و برافو يعطيه الصحة كامل. لو سوجي عجبك؟ لو سوجي إلي امبورتون بور موا
انت تاني تدخل الشركه وعندك هذا وي كاين توجور هذا البروبليم كاع في كاع الشركات تاع الجزائر. ان شاء الله ان شاء الله يلقاو حل ان شاء الله يلقاو حل لهاد السنديك بيروقراسيه هادي. يعطيك الصحه كمال بوعكاز و ربي يوفقك ان شاء الله. ميرسي بوكو. في رونوي سو سوار افيك لا سين دو لوبيرا دالجي. لوبيرا دالجي سي اون بروميير دونك سافي رونوي افيك لا سين دو 4e ار وي فوالا دونك ابري اون ابسونس لونغ ابسونس qui a duré 3 ans quand même. Même pas, 2 ans et demi à peu près. D'accord. 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi que je n'étais pas sur scène. J'ai donné un spectacle le 8 mars, le 9 mars à la salle Atlas et aujourd'hui c'était à l'Opéra. Justement, ça vous fait quoi d'être en face le public de l'Opéra d'Alger? Je me régale. Wallah, un mot de Saada. Alors, Naoura, c'est un spectacle qui revient... À chaque fois, avec faire les nouveautés, j'améliore, je suis à temps en temps, puisqu'il est toujours d'actualité, voilà. Très bien. Donc, c'est un sujet qui traite la bureaucratie, le Hagara. Autrement dit, oui. Le Hagara, surtout le Hagara, oui, le Hagara. Et la bureaucratie, chez nous, c'est génétique. C'est génétique. Quand on a l'idara, on a dit, je vais te faire l'homme. On t'a dit, je ne sais pas ça. يعطيك ورقة بالخف تقول ماشي مدارين هكا. الوغ مسيو بوركاس فوتر بيلون دو فوتر كارير بروفيسيونيل. مون بيلون. كومون فوز ايفالوي فوتر كارير بروفيسيونيل. اون ابخون توجور. ما جو بو با فير ان بيلون ماتنون بيسكون ابخون توجور. اون اي توجور جو اوبليجي دو فير لا ميز اجور شاك جور. دو فوار لي اكتواليتي واش صاري واش ماهوش صاري باش الانسان يقعد اجور على لاباج. pour faire un bilan lié à Naman Kdersh. Il dit Wahda Khorbalak, Bissahana Bashankim Rahim Kdersh. Très bien. Alors, juste une autre question qui est d'actualité. Comment vous estimez la scène artistique actuellement? La scène actuellement, on fait Hawa Aliha. Tkadri Jijinti, qui dit tu fais spectacle ou tu fais Rdat Fiat al-Jumour Taak. وتشوفي عرض واحد اخر وتشوفي رده الفعل تاع الجمهور تقدر دير المقارنه. انا جو بونس كان يديروا دي جورني هكا فيهم لا كونتينيتي شاك جور كان سبيكتاك لو بوبليك اللي فاسابوتي عاد يجي للاوبرا ما تجيش حاجه جديده وتدخل في التقاليد بس كانت عندنا هذه الثقافه وكانت عندنا هذه التقاليد دوك باش نعاود نرجعوها ماشي سهله لازم. كومون فوزافي تروفي لو بوبليك؟ هايل ميرفيل